عين الأول ممن عاشوا لحظات استرجاع إقليم وادي الذهب إلى حاضرة الوطن، اليوم يعيش بفخر ذكريات طبعت بمداد العز على صفحات التاريخ، يستحضر الأحداث وكأنها ما تزال ماثلة أمامه يوم قدم شيوخ وأعيان الدخل البيعة لجلالة الملك الراحل الحسن الثاني. بعدها شغل المامي منصب أول رئيس للمجلس البلدي وهو شاب في عقده الثاني. استرجعناها من الاستعمار الإسباني، وهو مدينة فقط كانوا فيها القشالي العسكرية فقط، واليوم الداخلة وهي مدينة نموذجية كاملة التجهيزات، وهي نموذج في المدن الإفريقية، وهذا الفضل يولي على تعليمات سامية جلالة الملك محمد السادس. بعد 36 عاما من استرجاع هذه المناطق، يحرص المامي على نقل تجربته كشاهد للجيل الثاني. ميمونة شابة واكبت مسيرة التنمية بالداخل. واكبت الحمد لله هذه النهضة العمرانية اللي عرفتها جهة وادي الذهب القويرة من يعني بنية تحتية، وهذا بفضل تضافر الجهود. هناك نهضة عمرانية حقيقية، وأن هناك استثمارات التي تساهم حقيقة في استقرار المدينة، ومن أجل يعني خلق فرص شغل للشباب. وهذا الشباب نادلوا باش يكمل المشارع التنموية الموجودة واللي جاية للمنطقة، نظرا أن المنطقة متوجهة لجهة متقدمة. هذه الصور ترجع لحقبة الاستعمار الإسباني قبل سنة 79-900 و1000، حيث كانت مدينة الداخل عبارة عن تجمع سكاني صغير. اليوم هي من أجمل الحواضر المغربية، مدينة بدون صفيح وطفرة اقتصادية وبنيوية لا تخطئها العين.